تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يعقد بعد غد المؤتمر الدولي 30 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالأوقاف، وذلك لمناقشة فقه بناء الدول برؤية عصرية وإصدار إعلان القاهرة الذي يتضمن وثيقة للمواطنة. ومن المقرر أن يستمر المؤتمر لمدة يومين بمشاركة أكثر من 50 دولة وبحضور 300 عالم من مختلف القارات. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مقر وزارة الأوقاف وليد هيكل موفد أخبار مصر. وليد، بعد التحية، ما الجديد لديك عن الوفود المشاركة في هذا المؤتمر، وما هي أبرز الموضوعات التي سيتم مناقشتها وإلقاء الضوء عليها خلال جلسات هذا المؤتمر؟ بعد التحية محمد، من على ضفاف النيل مصر، حيث انعقاد المؤتمر الدولي 30 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، من هنا من مقر انعقاد هذا المؤتمر نتابع معكم. بالفعل وصل، كما سألت زميلي، بالفعل وصل حتى الآن عدد كبير من الوفود، أكثر من 40 وفدا من أكثر من 40 دولة وصلوا حتى الآن. المؤتمر كما يأتي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما ذكر الخبر زميلي محمد، ويناقش المؤتمر العديد من الأبحاث، ويأتي تحت عنوان بناء الدول رؤية فقهية عصرية. للمزيد محمد حول الأبحاث التي سوف يناقشها هذا المؤتمر وعنوان واختيار عنوان المؤتمر، يسرنا أن ينضم معنا الآن الدكتور مرزوق أولاد عبد الله، عضو المجلس العلمي للعلماء المغاربة بأوروبا. دكتور مرزوق، المؤتمر يأتي تحت عنوان بناء الدول رؤية فقهية عصرية، فكيف يرسخ هذا المؤتمر لرؤية فقهية عصرية من خلال العلماء المشاركون في هذا المؤتمر؟ الأبحاث أيضا التي سوف يناقشها هذا المؤتمر سوف تخرج بجديد لمواجهة الإرهاب وضحض الإرهاب الذي انتشر خلال الفترات السابقة في عدد من الدول، فكيف يتم ذلك؟ أولا نحن نفتخر بأننا نتواجد على أرض مصر، و تحية للشعب المصري قيادة وحكومة. طبعا هذا المؤتمر يأتي في يعني في سياق التحولات العالمية والتغيرات، وكذلك في سياق الفكر المتطرف، يعني الذي أراد أن تكون أسس الدول قائمة على هذا الفكر المتطرف، وهم يقومون بمجهودة جبارة في توصيل هذا الفكر إلى الناس قصد الهدم والتخريب والتدمير. وبناء على ذلك فإن السيد وزير الأوقاف هذه القمة من قمة العلم في مصر، في الحقيقة هو يحمل مشروعا فكريا ثقافيا يحاول من خلاله أن يضرب أو أن يهدم هذا الفكر المتطرف، وبالتالي تقام هذه المؤتمرات وتقام أيضا الأبحاث لتنوير الناس، وكذلك لترسيخ مفاهيم السلم والسلم الاجتماعي والسلم أيضا الثقافي في الدول. وبما أن مصر هي الرائدة في هذا المجال والأزهر الشريف، فإن العالم طبعا ينظر إلى هذا المؤتمر والمؤتمرات التي تقيمها وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والعلماء الذين يأتون إلى مصر يأتون أيضا بأفكارهم، وبالتالي تناقش هذه الأفكار في مصر، وبالتالي يخرجون بتوصيات لمحاربة هذا الفكر المتطرف. كل الشكر لك دكتور مرزوق أولاد عبد الله، وإليكم في الأستوديو محمد. إذن وجود علماء وأكثر من 300 عالم من مختلف دول العالم سوف يخرجون من هذا المؤتمر بوثيقة المواطنة من هنا من مصر بعد انتهاء جلسات المؤتمر، حيث سوف يرسخ لذلك في الجلسة الختامية في المؤتمر الذي يعقد أيام الأحد والاثنين القادمين 15 و16 من الشهر الجاري. إليكم في الأستوديو محمد. شكرا لك زميلي وليد هيكل موفد أخبار مصر، والشكر موصول لضيفك الكريم، وانطلاقة جديدة لمؤتمر مجلس الشؤون الإسلامية بعد غد. سوف نتابع بالطبع الانطلاقة وكافة جلسات هذا المؤتمر.